ما تيجي نشرب كوباية شاي مع بعض؟ أخيراً يا باشا، وراك. هتعمل إيه؟ هطلع وراك. لا، سيب البتاع ده وتعالى معايا. طب والونش؟ بتاعنا. باشا وبيني وبين سعادتك، يعني أنا قلت إيه اللي خلاني أحط نفسي في الحوار ده من أساسه، وعمال ألف حوالين نفسي وأضرب أخماس في أسداس، ورايح على هني، حد كلمني، حد سأل عليا، لحد ما الست افتكرتني مجنون. ده كل ده بقى غير إن أنا عمال أتقص على اللواء جلال من تحت لتحت. جايز يبقى مظلوم ولا حد من الشركة بتوعه خده في الرجلين؟ بقى كل ده يا باشا وأنت سايبني أزاول نفسي؟ الحكاية لا حوار ولا مزاولة ولا كلام من ده خالص يا عمر. ده أنا حتى كنت جاي أطلب منك الكاميرا اللي في مكتب اللواء جلال علشان لازم نفرغها ونشوف نهاية الحكاية دي إيه. ده كده في خروجة تانية مع هاني؟ أكيد. ماشي سعادتك، لما احب اتصل بسعادتك اعمل ايه؟ انا اللي هتصل بيك. انا بقول كده برضه. ميرسي قوي. باي. ميرسي قوي. باي باي. يلا مدام ماجي. انا مش عايزه اتعبك، انا هروح اركب مع نهله. تعب في ايه؟ ما احنا ساكنين في نفس العمارة، وبعدين خالد مستنينا اهو. يلا يلا. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا. مساء الخير يا فندم. معلش هتقل عليكم. ازاي يا فندم بتقولي كده؟ ده انت منورانا. متشكره على السهره الحلوه دي. لا العفو، على ايه؟ تصبح على خير. وانتي من اهل؟ بنت حلال قوي. أوي. أنا كنت فاكرك قابلتيها صدفة. هي صدفة إنها طلعت صاحبة شلة الروتري. ها سبحان الله، دنيا صغيرة. فعزمتيها على الحفلة. كسفت. فخليتيها تروح معانا. اتدبست. حلوة أوي اتدبست دي. يا فريدة حبيبتي، انت اخيب كدابة شفتها في حياتي. قوليلي، انا عمري اتدخلت في حياتك وقلتلك تعرفي دي او ما تعرفيش دي؟ لا. طب انت عارفة ليه ما بتدخلش في اختياراتك لاصحابك؟ عشان واثق فيه. تمام، اديكي قلتيها بنفسك، يبقى ليه بقى؟ ليه ايه؟ ليه بتقولي انك قابلتيها صدفة؟ اتكسفت، اتدبست. فريدة، انت عايزة ايه من الست دي؟ انا مش عايزة منها حاجة. عاوز منها ايه يعني؟ هي اللي عايزة. اكيد. اكيد ايه؟ اكيد مش عايزة حاجة من الست دي. ايوه اكيد. هو انا عمري عوزت من حد حاجة؟ تمام. خالد. عملت لها حاجة في موضوع ابنها؟ لا، وانت عارفة اني ما بحبش كده ومش هعمل كده. الحقيقة انا بقيت مستغربك قوي يا فريدة، اول مرة اشوفك بتلاحي على موضوع بالشكل ده. مش مسألة الحاح، انا بس حطيت نفسي في مكانها وعارفة متأكدة ان لو عندي ابن كنت هعمل علشان المستحيل. حبيبتي. ربنا يخليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شفت النيله كلهم علينا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبي؟ جمعين عند النبي ان شاء الله. يسمع من بقك يا عمر يا ابني. ازيك يا امي؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا حبيب خالك. والله يا عمر يا ابني قعدت افكر في كلامك عن صله رحم، وافكر وافكر وكلامك يزني في دماغي يزني في دماغي. قلت لا، الواد عنده حق، لازم اعوضك على اللي فات واديك من حنادي او حياه ربنا. ايوه بس هو يعني يا ما فيش صله رحم خالص، يا يوم ويوم لا. يعني على العموم بيتك ومطرحك يا عم، بيتك ومطرحك. انا جوه. اجيب لك بسبوسه يا دنايا؟ هعمل نفسي كوبايه شاي. لا مؤاخذه، هقوم اعمل له الشاي. فنجان قهوي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا كامل ناوي تعمل ايه بعد ما رجعت مصر؟ والله يا رب افكر اسافر تاني. يو
معقوله يا حبيبي؟ هو انت لسه لحقت تاخد نفسك؟ بهزر يا مرات عمي اهو. بتناقش يعني؟ ايوه بتناقش. ما تناقشيه. عاجبك؟ عاجبك اللي بيعمله ده؟ اخو المرحوم جوزك الله يرحمه عايز يكوش على المصلحه لوحده. مصلحه؟ مصلحتي هي يا ابراهيم؟ وانا اللي طالع عين امي اللي هي ان ذا سيم تايم امك عماله تلفله على مشاريع يمين وشمال ويجي ده يلهف المصلحه. والله ما انا فاهمه منك حاجه، بس اذا كنت خايف على كامل، كامل ما يتخافش عليه، كامل ناصح وواعي وفاهم هو بيعمل ايه كويس. عاجبك كده؟ اقعدي انت لخبطي في الاكل ياما وخلي السكر يلعب بينا الكوره. يا ابني طباخ السم بيدوق، وانا بصراحه كده من ساعه ما كامل رجع وانا نفسي اتفتحت على الاكل. ماليش معنى انا نفسي اتسدد ياما، كله بحساب. انت صاحبه مرض واحنا ملناش غيرك، وبعدين طول ما انت قاعده تطبخي اشكال والوان كده رجلين عمي وخالي مش هتتقطع بالبيت. وماله حبيبي مفتوح بحسك؟ اما احنا هنضحك على بعض؟ طول عمري حس في الدنيا الحكايه وما فيها، كامل فلوس اللي راجع بيها من العراق، اللي عايز يهبش واللي عايز يهبر. انت هتعمل زي خالك ابراهيم برضه كان عمال يلمح كده بكلام عن كامل وفلوسه وغلاوتك يا رؤى. لا ابوهم هيطلع على شونا، كامل اللي راجع غير كامل اللي سافر، وانت عارفه كده كويس يا ام. واول واحده جربت نار قلت له المصحف ما انا نازل غير لما اخد عمولتي، هي الشركه بتكسب من وراء قليل. انا عارفه يا ابني. شاي يا ماما. تسلم ايدك يا طومه، اوعى تكون حطيت لها سكر. يوه والله ما انا عارفه حطيت ولا ما حطيتش. طب استني استني هندوق. بيتك هتجيب لنا كلنا سكر. طب هيتعمل واحده. استني اشرب يا فلوس سكر، ربنا ما يقطع ابتسامتك دي اللي بتصبرني على اي حاجه عليها قلبه وش يا اما تقطع الخميره من البيت. يا صباح الفل. بتصبح عليا ليه؟ انت هتصاحبني؟ ولا طول. عمر انت عايز تجنني صح؟ وانت ناقصه جنان. وبعدين فيها ايه يعني؟ لما نخشي شويه وادلع عليك شويتين وبرطع ثلاث شويات. ثلاثه بالله العظيم انت لاسع جدا. والعلم بقى اكبر دليل على لسعاني اني عازمك النهارده على العشاء. بموت في لياقتك. مستناكي في نفس المطعم اللي شهد اول لقاء حبنا. فاكره؟ فاكره. يا خساره. استنى عشاء بالليل. مالك يا بنتي؟ احنا كل ما نيجي المكان ده تقعد تلفت حوالين نفسك؟ عليك فلوس صاحب المحل وخاف يقفشك ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب لعبه لحد ما العصير يجي. نلعب؟ وانا بقول لك نلعب عريس وعروسه؟ دي لعب بسيطة. أنا هقول لك إيه اللي جوه شنطتك ولو صح تطلعي تحطيه على الترابيزة، يبقى أنا خدت نقطة. ماشي؟ ماشي. خرطوم صباع روج. واحد. فرشة بلاط، فرشة شعر. اتنين. مراية عشان نشوف الجريمة اللي بنعملها في وشنا وهنتحاسب عليها إن شاء الله. تلاتة. اللي بنبخه. ده انت لو معايا وانا بحضر الشنطة مش تبقى عارف الحاجة كده. أربعة. دي قطرة يا بنتي. ميدالية عليها حرف اتش. ما هو عشان انت اللي جايبها. يا بنتي دي حاجة بسيطة. أنا دايماً خيري عليك يا هاني، معقولة؟ ولا أنت نسيتي العزومة اللي فاتت واللي قبلها واللي هتبقى بعديها إن شاء الله؟ تعيرني في المكان. عصير، عشا، فتيح. ثانية واحدة دي فوتة. فوتت مني يا ابني. روح على بشكير، روح على بشكير. قوم. قوم اتشطفي يلا، قوم اتشطفي لحد ما نغير المفرش.